كل مساء الحب والأمل هذا روح الله والروح القدس أكسيلون المظفر الثاني من منفاه الباريسي المؤقت يحييكم ويشد على أياديكم كالعادة. ما فما حتى شيء يجي من لا شيء، ما فما شيء يجي من لا شيء، امبوسيبل ما تجيش. كان نحن جات عنا دولة تصير لنا التشليكة، كان مش يقول لك السيد هذايا سي البارودي ولا شنو، التشليكة تتشلك الدولة. قال لك وزير الأول يعطي الكاس الكاف ويعلق الميداليات كل شيء، وبعد يقولوا له ليه ما صحش لا بارول دو ليتا لي دوني كونت لي دوني سي ديفينيتيف. علاش حدث الشيء هذايا؟ مو فما خدمت، فما ناس عندها مصلحه في سقوط الدوله التونسيه. فما ملك المغرب يحلف يمين وصادق، وهذا عهد ورثه على أبوه وعلى على محمد الخامس، قالوا إياك من تونس. أنا مني نعرف روحي أنا صغير، المنافس متاع تونس في السياحة في التكستيل في الفلاحة في كل شيء هو النظام الملكي في المغرب. واللي نعرفه زيادة أن فرنسا جاي أكثر مع النظام الملكي المغربي أكثر من النظام البرجيبي ولا بن علوي ولا الخمسجي هذا. Le royaume marocain est le chouchou de la France. Et qui dit la France dit l'Afrique. Qui c'est le propriétaire de l'Afrique? La France-Afrique. Vous ne connaissez pas la France-Afrique, le dossier France-Afrique? Et le trou de France, il y a un chiffre africain. إلا فرنسا تقول يلزم الليلة صاحبي الملك المروكي بيت فرحان ويضرب في الشامباني وشيخ تصير. اخي تو احمد هذايا نتاع الفيفا هذايا نتاع الخرا نتاع الكاف هذايا نتاع الخرا نتاع الافريك هذايا، شكون هذا منين جاي؟ هاو طلعوا نتاع المروك. مش قلت لكم عندهم البارح في الفيديو نتاع البارح قلت لكم راهو النظام الملكي عنده لوبيات بارتو يسون بارتو، او صدقوا كلامي الناس الكل اليوم اللي يعرفوا. قالك حمد مخو مروكيه وعايش في المروك. وحكاية الفار ماهيش مسؤولية الترجي، مسؤولية الميبونة الكاف. الميبونة الكاف ما تجيب ما تقومش بواجبها في تشغيل الفار، وتجي والمروك حاب يتقحبوا مروك بالفار، وبعد قالك مسائل أمنية. النظام السفج اللي يحكم في المروك عنده علاقات دولية وعنده محامين وعنده مسؤولين قاع. مع ممزوم زورس وارث على ابوه من هو صغير متصنت على ابوه، تعلم القحب مع ابوه هذا محمد ستة، متعلم القحب راضعه من بزولة حسن دي اللي هو من اكبر الخونة اللي عرفهم بالتاريخ. كل من صح معاه وثيقة تعالف الا وغدره، غدر العرب باعهم في حرب 67. يا اخي شكون باع العرب باش خسروا عام 67؟ ما هو حسن الثاني، هو اللي يخبر اسرائيل انه الجيوش العربيه غير قادره لدخول الحرب، وهما مازالوا حتى الخطه كامله ما عندهمش. اخي ضربوا اخي الاسرائيليين اش فهموا؟ فهموا انه لي زراب نيتي با انكور بري، دونك ايزون فرابي لي برومي، ايزون ديسيمي. غراس اكي جو دي بيان غراس اكي، لانه ادى خدمه الانسانيه كي العرب خسروا بالنسبه لكم اكوز دو حسن دو، هو اللي باع العرب بالكل خاطر اجتمعوا عنده في المروك. حتى اجهزه التصنت جاو دي من ناس من الموساد في الايتاج اللي فوق يتصنتوا فيهم باش يحكوا رسائل العرب باش تحكي. وهيئه الاركان نتاع الجيوش الكرمبيتيه باعهم حسن دي. الغرب يحبوا، الغرب مستعد يعطيه اللي يحب. اكبر اي اش سي في رب العالم نتاع فرنسا هكا في المغرب مش في تونس. هكا ليش فرنسا؟ ها؟
اكل ايه؟ مش جاسوسي. بريبا بريبا ايكول دو بريبا يا دين الرب بور علي على شوسي دو باري يحضروا فيه من المغرب غاديك انتوما لا ليه تواس هذيك علاش انا سفير فرنسا باش نطردوا وقبل ما نطردوا انك نك تنور يدير رب لما ها تنور يدير ربك تنور يدير ربك يا سفير فرنسا ها اسمع وشهد شاهد منهم واحد خامس هذا نائب ولا وزير وزير وسال وزير زاد وزير ايه وزير ونائب وكل شيء مورط في كل شيء وكيفاش يحكي على المغرب تخاف تسمعوني اسمع اخي ملك المغرب وش انا قلت لكم جاب لنا تجاري بنك باش يبرك علينا باش يجبد رؤوس الاموال بتاع تونس كل اصحابه ومن بعد يهربهم للمغرب هذا اللي صار كلامي انا تو حتى هذا بيقول يحكي كيش على تجاري بنك ربما يحكي ما حكيش على تجاري بنك قال يخربونا وياكلونا بيان سور المنافس الوحيد في شمال افريقيا للمغرب هو تونس نظام الملكي في المغرب قرر القضاء على تونس وقت صارت ما تسمى بالثوره جاي حوس في حوس وسطكم انتم كي القروده تتصوروا معاه يوري في شعبه شوف اللي داروا ثوره ما يديروهاش علينا راهو يحبوني خدم بيكم ها قدام شعبه تو هذوم مطردين بن علي المجرم الديكتاتور وفرحانين بي انا كديكتاتور ملك عليكم وانتم تتصوروا معاه كي القحام وانا نسب فيه وانا بايل عليه وانا فاضح دور المملكه العربيه الاسلاميه اللي تحكم في المغرب دورها المفضوح في الانقلاب على الدولة التونسية والتخريب الاقتصاد الوطني التونسي عبر التجاري بنك اللي اعطاها مش ولا علاقات مع رجال الاعمال تاع تونس الكل دوك مع رؤوس الاموال تاع تونس الكل اللي حب يهرب فلوسه المروك مستعدة التجاري بنك يعدي لك اللي تحب قديش 100 يورو 400 يورو 1 مليون دورو اللي تحب تو نعملوا عمليات سو ديزون بيع وشري وضف وصبه وكل شيء ووب الفلوس ديزون ديسباري كحله حمراء كي نزرقوا هذا يا عيسى حياته ولا احمد حمد ولا بتاع الافريق الكل اي سون توس كورومبو كورومبتيبل قلت لكم البارح قال لك الحكومه نتاع المغرب كلها واللوبيات نتاعها كلها اشتغلت من اجل ماذا من اجل انه الوداد يربح لكن الوداد تاريخيا الوداد هذين ما عندي حتى شيء ضد الوداد راهو واللاعبين نتاعهم نحترمهم وما نكرههمش اما هما كانوا جبناء لأنكم انسحبتوا من الميدان انسحبتوا من الميدان واللي قام بالعنف واللي هدد الأمن اللي هدد الأمن في الملعب هو لاعب من الوداد اللي قام بعمل غير أخلاقي وحركة غير أخلاقية وغير رياضية وحركة جبانة يضرب في لاعب آمن يلعب في كرة قدم ياكل ضربة هكا مخترة كانت تهد أركان أسنانه كان كاد يفقد كل أسنانه من أجل قرد ودادي نذكر مرة أخرى رأوا الشعب المغربي أخي خواتي المغاربة أنا عدوي النظام الملكي المغرب اللي استعمل في الحيلة ووقعدوا لهم كل مقعد وانصبوا لهم كل منصب عمايل جدود حفيد هو ملك المغرب ما هو حفيد علي كرم الله وجه أمير المؤمنين علي ولأنه حفيد ولد الحسين هذا اللي يحكم في المغرب هو من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جماعة وقعدوا لهم كل مقعد وانصبوا لهم كل منصب هاو ما الفار هاو الأمن هاو دين بوكخي صاروا موتا هاي تفرجوا في الكلب التونسي يحكي يعاود في كلام جاي البريك بعد سنين هذا موضوع يهم تونس هذا موضوع يهم تونس الناس كل عام وانتم حيين بخير انا حبيت نتكلم اليوم باش نحكي شويه على اللي صاير على الفضيحه اللي قاعده صايره هذه حقيقه فضيحه كبيره معناتها فضيحه كبيره العيد هذايا قاعد يذكر فيه بالعيد اللي عدموا فيه صدام لانه تونس كل وقت والعرب الكل كانوا معناتها متألمين على اللي صار احنا اليوم متألمين على تونس متألمين على تونس خاطر مش موضوع بتاع ترشي ولا كوب دافريك ولا موضوع هذا موضوع يهم تونس هذا موضوع يهم تونس لازمنا نحكيو فيه التوانسه الكل اليوم التوانسه الكل اللي قاعدين يعيشوا في الثوره من 2011 قاعدين ثوره انه من 2011 واحنا نحكيو على الدواعي الامنيه نحاول
نحاول السياح بتاعنا لدواعي امنيه، المستثمرين من تونس هربوا لدواعي امنيه كثير كله في المغرب، وحتى في الكوره السياح كله في المغرب في تيتروات. علاش؟ ستة شهور التالي وقت اللي لعبنا مع الاهلي ما كانش فما امن وهزينا، والله صاروا على الاقل مش نقول كانوا رجال، ولكن جاوا لعبوا وما هربوش، والاهلي باللي صار وستين الف جاوا لعبوا وما قالوش لدواعي امنيه. احنا المغرب عندنا تو 7 سنين كل مره لدواعي امنيه، كل مره لدواعي امنيه، كل مره لدواعي امنيه، لدواعي امنيه ان 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 كما قلنا فكونا السياح، لدواعي امنيه نحاول المستثمرين، لدواعي امنيه فكوا الفوسفات ما عادش فما فوسفات، لدواعي امنيه معناتها حتى مقابله بتاع كره قدم وينهم المسؤولين بتاعنا؟ انا واحد منهم. معناتها احنا كلنا ما نجيو حد شيء، معناتها ما نجيو حد شيء، معناتها ما نجيو حد شيء وقت ما تجيوش ما تسويش من الليل. افريقيا يعطيها رئيس حكومه قدام 60,000 قدام العالم كامل، هو رئيس حكومه ماهوش رئيس بلديه. معناتها يا اخي شكون اللي عطاها ال 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 قرد قرد رئيس حكومه بونبون بونبون اموفي بونبون تشريك للتوانسه الكل وللدوله الكل، مش للدرجه بقطع النظر على هذه، مش تشريك للدوله الذهب دليل على انحلال الدوله والتقالب وتقالب كل القوى الاجنبيه عليها، وأن فرنسا بالدليل ما تحترمش تونس ولا تحترم وزيرها الأول ولا رئيسها ولا بورقيبتها، لا ما يحترموناش الفرنسيس. اللي يحكم في الكاف هي فرنسا. شو فما الفرنسي فا العملة، العملة في أفريقيا هي عملة فرنسا. فرنسا هي تقرر شنو هي العملة في البلاد هذيك، هي تسمي الرؤساء في فرنسا. تقولوا يا خرا حمد حمد نتاع موري زبي نتاع موريتانيا نيك يماك يسوت يماك اون فرونسي يقول له حتشون يماك، قل له لازم ربك الوداد تربح انتهى خلاص. توا باش يعاودوا لنا الماتش وين؟ في المريخ؟ باش يعاودوا هنا في مكه موتنا الموطن الحقيقي نتاع الملك المغرب؟ ما سيدنا النبي وسيدنا علي ما هو من مكه ولا وهو من سلاله سيدنا علي سيدنا محمد، واللي انه هو بنته اي هو من حسين بن علي، هذوما اللي يحكموا في المغرب. هذه سوسي استوريك راهو جد انبوع عن جد، حد ما نجم يكذبهم فيها. مؤرخي الارض كلهم يعترفوا انه يحكم محمد سته والحسن الثاني وهما من سلاله النبي محمد. سلالة النبي محمد بجماعة وقعدوا له كل مقعد وانصبوا لهم كل منصب، وهو فوق على الترجي في الفخ. هذا الطحان يحكي لصدام حسين، قالوا حز نهار كي علاش ما قلتش نهار كي يخطفوا لنا رئيسنا؟ نهار كي رئيسنا ذاب، نهار القائد الاعلى للقوات المسلحة ذاب، ما عندناش على ربه ريحة. هذه مش فضيحة؟ هذه مش تشليكة للدولة التونسية وللشعب التونسي كله؟ واليوم لما يبون الرئيس نتاعكم هكا في مكة يدي في الولاء والطاعة للي خاطفين لنا رئيسنا و23 مليار دولار. انا راني مانيش حزين، نعرف الترجي باش يدزو. شو انا مانيش حزين ونعرف الترجي باش يدزو، اخي ما نعرفش الترجي انا زبي. سكت رب. انا شو ما كلي انت كليت كف، هو قال يوم كلينا كف، انت كليت كف يا طحان يا بارودي وكل اللي شاركوا في العمليه السياسيه القذره. اللي يقول ثورة هو مجرم في حق تونس، انقلاب على الدولة التونسية، والتشليكة اللي يحكيوا عليها اليوم اللي تشلكت بها تونس والمروك الملك المغرب شلك بها تونس، هذيك من نتائج انحلال الأمة التونسية. نحن أولادنا السبورتيف، أولادنا السبورتيف les athlètes tunisiens ils sont capables du pire comme du meilleur. واليوم مادام بتبوريب ولات نعاودوا البارتي نيكم كي نعاودوا ربا في الوداد، نعاودوا ربا في الوداد والنيكوك. شاشا شاشا يا وداد شا مش والله لا نكرهكم، انا الشعب المغربي شقيقي ولا يمكن ولن اسمح لنفسي ان اهين الشعب المغربي. انا العدو نتاعي هو النظام الملكي في المغرب اللي عامل التجاري بنك في تونس يخرب لنا في اقتصادنا، يجند في رجال الاعمال التوانسه، يجند فيهم من اجل افراغ البلاد من محتواها وتحطيم البنيه التحتيه للصناعات النسيج والفلاحه ورب كل شيء. كل شيء يحب يمحيه ولا يشريه. ملك المروك. ملك المروك في حاجه اكيده الى كاس افريقيا حتى يطفي نار الغضب المشتعله في الشعب المغربي. فما ناس يقولوا لي الشعب المغربي راضي بالملك، لا مش صحيح.
الريف المغربي وأماكن عديدة في المغرب ما زالت للتو منتفضة، ولن يهدى لبال إلا بطرد المحتل وهو النظام المخزني القابي على رقاب شعبنا في المغرب، واللي حاب يدمر الأخوة اللي تربطنا بالشعب المغربي. نحن ندعو الشعب التونسي ما يسقطش في الفخ إلى فم عدوه هو ملك المغرب. تتفكر وقت جاء سيدي بوسعيد ملك المغرب ولابس جين وما عندوش جارديكور ومرايات ويتصور معاكم؟ هذاك ميساج لشعبه، هذاك ميساج لشعبه، يقول له يا شعبه شوفوا، شفتوا الناس هذوما القرودة هذوما طردوا ديكتاتور دموي اسمه بن علي، انا راني لاني ديكتاتور ولاني دموي، شوفوا هو التوار يتصوروا معايا. وانا سبيته وقتها لا لي جون ديزي مي لي مالاتش جالي لي انسولت تو الموند مو جو فوا تو الموند جو ديفوال تو الموند، انا نكشف عوره الناس الكل، انا معطيلي الكلام اللي قلته في الفيديو البارح نتاع البارح على اللي عملوه المراركه هو طلع كلامي صحيح. خاطر حكايه هذه كيفاش اللوبيينغ اللي عملوه الحكومه المغربيه ولي مناس ولي شونتاج اللي قلت كاني حاضر، مانيش خبير في رب هالكوره انا، و جو سو با فان دو ليسبيرونس، مانيش صديق الترجي، انا ديما نسب في الترجي ولا هم الحق يقال ترجي اقوى من الوداد. علاه؟ لانهم جفلوا جفل فريق الوداد كما تجفل النعجة من اير الفحل. الفحل الترجي الرياضي التونسي، الفحل الفرج الودادي لا يطيق فحل الترجي، ففروا فجفلوا جفل النعاج، اي النعاج الجرباء، وانصبوا لهم كل منصب واقلبوا كل مقل، يعطيكم عصبة. شو 200 المغرب تربح تونس 200، تلعبوا زبوبنا انتوما، نحن هكا كبرها تونس، هكا كبرها، والنيك ورب افريقيا كلها مليون مرة، بالحيلة بالسرقة ما فماش أمن. انتوما في المغرب مسائحتين جميلتين أجمل من عائشة وفاطمة، تم اغتصابهن اغتصابا اسلاميا وذبحهن على طريقه محمد بن عبد الله جد الحاكم اليوم في المروك. نحن الهجمه العربيه الوحيدين وقفنا دير رب الغزو العربي الاسلامي الشرق خراوي هذايا اللي 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 تحالفوا على تونس من اجل ان تسقط الترجي هو كل دول العرب، كل دول العرب وكل دول افريقيا. علاش كل دول العرب؟ لانه فما انتخابات متاع فيفا، والفيفا معروفه بالكوربسيون، مارشو دونون دونون سيتي ان مارشي، نعطيو كراس الترجي تتولي رئيس، ومصر يساعدها لان صديقه النظام نيشولا غادي في المغرب، والسعودية صديقة النظام غادي في المغرب، الملك سلمان عنده قصر داشة في المغرب في الرياض، عنده رياض جنة في المغرب، وله من الحشم من الغلمان المولدين ومن الكواعب الأتراب كواعب أترابة، هكا ولا غلمان مولدون معروف. الملك المغرب حسن الثاني وهذا محمد ستة، ليس هنالك رجل سياسة في افريقيا او في فرنسا لم يأخذ منه رشوة. النظام الملكي في المغرب موجود في افريقيا، عنده شركات في افريقيا. النظام الملكي في المغرب هو اخطبوط مافيوزي، قنب هندي على هيروينا على كوكايينا على سيجارة بني على صحة الدحنبو على تجارة الأطفال، تجارة الأطفال في المغرب برعاية المليك، مش فما تجارة الأطفال في المغرب برعاية المليك. أخي مش رجل سياسة كبير هنا وزير كان في فرنسا، شدوه على مع طفل صغير في المغرب مع طفل قاصر يعمل له في الدردر، أطلق سراحه حرا طليقة ولم يدفع له غرامة. اللي يطلب النظام المدلل في المغرب ياخذه. هذيك علاش نقول لكم يا توانسة، هذيك علاش نقول لكم يا توانسة، فرنسا عدوتنا، فرنسا صديقة النظام الملكي في المغرب وعدو تونس، ما عندش صحاب في تونس فرنسا،
عندها سفير كعبة عرس بول عليه جو لو ميرد ينا با دو دينيتي. تو انت راهي سفير فرنسا متصور مع التوانسه بماريون الترجي والرئيس نتاعك يهز تليفون يكلم جماعه الكاف يقول لهم فوفوتي وداد. اخي ما تعرفوش اللي فرنسا هي تحكم في الكاف لان هي تحكم في افريقيا لا فرانس افريك بو كونيسي با. اخي الف والالف اكيتان وين تخدم؟ وين تخدم افريقيا؟ اخي اليورانيوم وسخات ما تاخذ فيه من مالي كل شيء نتاع فرنسا والحكام في 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 افريقيا نتاع شكون؟ ما نتاع فرنسا. دونك ياتمروا باوامر فرنسا بما انه المغرب ملك المغرب صديق حميم للدوله الفرنسويه جدي بيان للدوله الفرنسويه المخزن المغربي صديق الدوله الفرنسويه وهو عين الجاسوس على كل عرب المسلمين عام 67 من ما تسمى بهزيمة 67 هي هزيمة ساحقة محقة تسبب فيها النظام الملكي في المغرب هو اللي حط أجهزة تسنط تمتع بهذا أصحاب الموساد ليستمعوا لخطة العرب وعدم جهوزاتهم من القتال فمحقت الجيوش العربية محقة مأبون واحد. تحيا إسرائيل God bless America God bless Israel. أنا حشيته لكم ماك عند الفيسبوك طوي التحان ها ها God bless America and God bless Israel. نحن لنا عرب شوف لنا عرب ولنا من دينهم نحن عرب بعدينا يحبوناش. شنو تفسر انت من شو الله بيان سور كله مربوط ببعض وراه كله مربوط ببعض. خي هذا يتوم تاع احمد يعرف الكوره اخي في بلاده يعرفوا يكوروا يعرفوا يلعبوا الكوره هاو قالك ترشحوا المره ذي ها هذه جال البريك هو الحل ضد الغازي والمحتل والترجي. شو لعبوا سواء لعبوا في المغرب انا حتى يلعبوش في الوداد الترجي باش تربح. مش قلت لكم مصر النيكوها اخي نكناها ترجي باش نيك الوداد باش نيك لا مش الوداد باش نيك مليك المغرب جوارات مساكن جوبناء جوارات الوداد جوبناء جفلوا جفل النعاج كما تجفل النعاج من 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 الفحل. اي نعم واللي تشمت في الخير الفضيحه هي فضيحه الدوله الفرنسويه والمأبونه المقهوره اللي يحكموا في تونس كلهم مات. الوداد مسكين فريق جوبناء فروا من الميدان جوبناء زبي يسون لاش.